زوجي، نعم، لكن هذا لا يعني أنه يحق له أن يتحكم بي. ليس له أن يسألني وين رايحة ومن وين جاية. أنا إنسانة لي استقلاليتي. أستأذنه في الخروج من منزلي؟ أنا أستأذنه؟ هل أنا قاصر حتى أستأذنه كأنه وصي علي؟ كونه زوجي لا يعني أنه اشتراني. لست عبدة عنده. لماذا تأخرت؟ آسفة حضرة المدير، كان عندي ظرف. لا تتأخري ثاني مرة، العمل تعطل في غيابك. حاضر. غدا كوني مزروعة في المكتب الساعة 8 صباحا. حاضر. أسلوب المدير كان جارحا، لكن ربما معه حق. عصبيته مبررة، إنها مصلحة العمل. وحتى لو تضايقت لا بد أن أتحمل. هذا عملي، مصدر نجاحي واستقلاليتي. لا أريد أن أعتمد على أحد.